تسأل سائلة كريمة شفاها الله وعافاها: أنا عندي مشكلة تتطلب عملية بواسير، وفي مكاننا توجد دكتورة واحدة فقط، والناس مختلفون في مهارتها، ووالدتي مصرة أن أذهب إلى دكتور لأنه أشطر وأمهر في إجراء هذه العمليات. تخاف علي، تهددني أنها لن تكون راضية عني بقية عمرها لو تصرفت على خلاف ما توجه به، فما نصيحتكم؟ نقول: يا رعاك الله، ابتداء لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول مداوات يعني الرجل للمرأة أو العكس، الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، إذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر فطبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. وعملية البواسير لا شك أنها من العمليات الدقيقة، تحتاج إلى مهارة فائقة، فإذا كانت الطبيبة لديها من المهارة اللازمة ما يكفي فقد قضي الأمر. وينبغي إقناع الوالدة حفظها الله برفق بذلك، إن كانت الطبيبة لديها من المهارة اللازمة ما يكفي الحمد لله، وينبغي أن نقنع الوالدة بحفظ برفق، وأن نقول لها ميسورا من القول. أما إن كان هناك شك في مهارتها ولم يتوفر إلا طبيب ماهر، فأرجو أن يكون لكم في الأمر رخصة، وأن يكون في الأمر سعة، فراجعوا المسألة مرة أخرى، استنصحوا بعض المتخصصين، ائتمروا بينكم بمعروف. أسأل الله جل جلاله أن يحملكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقباً.